هما الرجاله كلهم كده غدارين ووحشين، وكويس انك كشفتيه قبل ما تتجوزوا. مالهم الرجاله يا اخي؟ رجاله احسن ناس. عاجبك كده؟ حشرت لي سندس والست الهانم بتاعتك في الموضوع، وبعدين مش غريبه ايه؟ دي حاله واحده مستاجره عندي اوضه، بتحشرها في خصياتي ليه دلوقتي؟ بقول لك يا خال، هات الدبلتي، هات الدبلتي، انا هنزل اوديهم له بنفسي، انت هتعمل لي فتحه ونصب يا اسامه منير، ما تلخ. بقول لك ايه؟ اقعدي. مين منير ده؟ قوم يا قريه، غير هدومك وانزل واكل عيشي، احنا مش فاضيين الكلام الفارغ ده، وانا الحاجات دي في قعدتنا بوديهم. اسمع يا واد انت، ما اقول لك. اسمع، تعالى هنا. ايه يا سندس؟ تعالى هنا، خد الدبله دي وتروح لسعد، قول له امك بتبوسك من هنا ومن هنا، وخد الدبله دي اخطب بنت حلوه، قول له عايزاها تكون حلوه وبيضه زي البت دي. شوف بيضه شعرها طويل. ان شاء الله هو هيتجوز من بنات الحور ان شاء الله. لا انا مش عايزه بنات الحور، انت اللي تنقيها له. This is a very unique piece. We bought it from a French lady living in Brazil. Ah. Wow. It's a very nice piece. We are at your service, sir. Thank you. How much? 1 million euro. Okay. No problem. Sorry, it's the policy of the shop. We can't take a check in the end of the deal. But you accepted a check for me before. Yes, but the policy of the shop that we can't accept a check in the end of the deal. Okay. You collect your check. And I will leave the diamond to make it a ring. Okay? Okay, no problem. And again, please accept my apology. But this is the policy of the shop, even for our special customers. No problem. But I need a ring before her birthday, please. Sure. We are at your service and we must make you and your girlfriend happy. Okay. Goodbye. يعني ايه ما عندهاش موبايل؟ في حد في مصر ما عندوش موبايل؟ بتقول بعته؟ وانا ما فيش حاجه تعملها ابدا اقول لك عليها وتعملها مظبوط. لو سمحت يا عم، احنا مش لوحدينا، وبعدين انا ما سكتش. ايه عملت ايه؟ جبت رقم جوزها. لا يا راجل. اهو 011. ده راجل زباله، زباله طول عمره يضربها ويبهدلها. وهي بتيجي يا عيني هنا تبات عندنا في البيت وبياخد فلوسها وحاجتها. هو احنا نتجوزوا يا عمي؟ هاي وسيله اتصال بيها وخلاص. خلي معاك. وانت يا دكتور ايه الاخبار؟ مش مهم الاخبار اللي عندي. انا باكد عليكم للمره الثانيه انكم تنسوا حكايه بطن البقره دي تماما، ما تدوروش عليها تاني ابدا. جرأة يا دكتور، دي بنتي. عايز اعرف ايه عايشه ازاي؟ ظروفها ايه؟ بتعمل ايه؟ محتاجه لايه؟ انت مش قادر تحس بدي ليه؟ انا مش فاهم. معلش، ما عندكش بنت. بكره لما تخطب وتتجوز وتجيب بنت هتقدر تحس باللي انا حاسس بيه. مهم، ايه الجديد؟ الف مبروك. هايدي خدت البراءه؟ حضرتك اترفع من عليك قرار حظر التصرف في ممتلكاتك. يا راجل، يعني كده انا بقيت مطمن قوي، يعني ما اقدرش المس اي حاجه ويعملوا لي قضيه تبديد. يا سلام، انا فرحان، انا مبسوط. I am so happy. قضية كبيرة قوي يا أبو طالب بيه، مش صغيرة زي ما حضرتك متخيل، وللأسف ما فيهاش أي ثغرة قانونية. أنا معظم الحاجات اللي أنا بعملها دلوقتي مش بعملها كمحامي، أنا بعملها كصديق للعيلة، صديق بيفهم في القانون، وبفكر معاكم في حلول خارجية، مش محامي. ده على أساس إنك حليت المشكلة وأنت محامي عشان تحلها وأنت صديق؟ يا أخي يا أخي ارحمني، اسكت بقى شوية. يعني ينفع كده يا عم شكري؟ ينفع كده بتسيح لي وتشرد للولايه في قلب المنطقه ليه يعني؟ واحنا اللي بينا ايه؟ شرده؟ هكون عملت ايه يعني مع الولايه وانا بمنظري ده؟ يا عم شكري، يا عم شكري، ده انا بعمل حمام بطلوع الروح. الكلام ده ليا انا يا هيمه؟ انا شكر الصعيدي، لسطى شكر الصعيدي. اي نعم جاي هنا على الكبر، بس بنفهم ونعرف ورا الكلام كويس قوي. والحكايه اللي بينك وبين نوال دي مش حكايه واكل وشرب بس يا هيمه، ده فيه طبيخ واعر جو بينكم، عشان كده لما كوريا اديتهم لك ما قدرتش اقول لها التلت التلاته كامل. انت هتعوم على عمها ولا ايه يا عم شكري؟ ولا هو اللي يخاف من العفريت يعمل عبيط؟ لا نعوم ولا نغرقوا يا ابن الناس. بقول لك ايه؟ انا اللي هقول لك درويش ولا زاهد ولا شيخ، احنا رجاله زي بعضينا ونفهم بعضينا كويس قوي، واللي زعل حد بيحبه وبيحترمه وباقي عليه
يروح يصالحه، ياخد بخاطره بكلمتين عشان نهدي النفوس، وشيل من دماغها حكاية نوال دي خالص. يا دي النيلة على نوال. يا عم شكري، يا عم شكري، أنا مفيش بيني وبين نوال دي غير كل احترام وجيرة وأخوة. دي ست فاضلة، فاضلة والله العظيم. يعني دي في مقام خالتي بالظبط، وانتوا مفيش في دماغكم غير الحاجات الغريبة دي. طب أنا أعيش إزاي معاكم يا عم شكري وانتوا دماغكم كلها كده؟ أنا قرفان قوي منكم يا عم شكري، قرفان قوي قوي. لا ما تزعلش مننا. لا أنا زعلان يا عم شكري. هنصلح من نفسينا يا ابني. مش عارف. بقول لك إيه؟ قوم. قوم طيب خاطرها بكلمتين بسرعة عشان تقدر تصالحك وتقدر تنسى اللي حصل ما بينك وبين نوال. فوتك بعافية. لا فوتك بعافية إيه؟ أنت هتسيبني هنا؟ أنا زهقت من أم الأوضة دي، خدني معاك، أنا هفك دي وأنزل معاك. تعالى معايا. أمسك بالراحة. بالراحة يا عم شكري، بالراحة في إيه؟ حاضر يا حبيبي، تعالى معايا. أنا حاسة إن أنا عايشة في حلم طويل ما بيخلصش، ولا حلم إيه؟ ده كابوس ومش قادرة أصحى منه. هتعدي هتعدي والله العظيم يا عادي، كل الفترة دي هتعدي وهتنسيها. أقولك على حاجة، هنقعد أنا وإنتي نتكلم عن اللي بيحصل ده وهنقعد نضحك يا ستي. أنا زهقت يا دينا، زهقت قوي. مش كفاية القرف اللي أنا عايشة فيه، أنا الزهق هيموتني. أنا قاعدة طول اليوم ما بعملش حاجة، قاعدة بكلم نفسي زي المجانين. أنا حاسة إن أنا هعيش هنا عمري كله. لا ده تشاؤم زيادة عن اللزوم. بقولك إيه، ما تحاولي تعملي اي اكتيفيتي في الحته اللي انت فيها دي، يعني الناس اللي حواليكي مختلفه، حاولي تفهميهم، حاولي تقربي ليهم، حاولي تعرفي بيفكروا ازاي، بدل ما انت قاعده 24 ساعه تفكري في الهم اللي انت فيه ده. هعمل ايه بس؟ بقول لك زهقت، اتخنقت، ده انا حتى فكرت ان انا انتحر. انسي الفكره دي خالص، شيليها كده من دماغك. هايدي حبيبتي اسمعي، انت حياتك مهم ومهمه قوي كمان، ومهمه اكتر لينا احنا، لكل اللي بيحبوكي بجد وحواليكي. شوفي نفسك في ايه وانا هعملهولك اي حاجه. انا عايزه حاجات كتيره يا دينا، عايزه اشوف بابي، وعايزه ايباد، عايزه انترنت، عايزه حاجات اسلي نفسي بيها. ولا اقول لك انا عايزه اشتغل. ايه ما عندنا شخت نسوان تشتغل؟ استنى ما يجيلك عدلك ويجيلك اللي يهنيك. ماشي يا سندس. حاضر. لا ما فيش يا دينا، دي سندس بس بتكلمي. يا عيدي ده يعني هتشتغلي ايه في الحته اللي انت فيها دي؟ لا مش للدرجات دي يعني. أنا بقول لك اكتيفيتي مش شغل يا حبيبتي. مش عارفه. طب بصي اقفلي دلوقتي عشان الباب بيخبط، تلاقي هالبني ادمه دي اللي عايشه معايا ونسيت مفاتيحها. بس يا سندس يلا باي باي يا حبيبتي، هكلمك تاني. يلا باي باي باي. ضربتني مين؟ الساعه 5 الصبح يا اخويا. صباح الفل والجمال على عيونك يا ست كمالات. نعم ده مؤاخذه في الكلمه، رد السلام ده السلام بتاع ربنا. يوه خلاص خلاص بلاش السلام، بلاش السلام. عايز ايه؟ انا كنت قاعد في المحل، جاني شويه لحمه جاموسي صغير شباب، طمنت ان الست كوريا مش هنا، جبت لك 2 كيلو موزه عشان يستاهلوا بقك الحلو الصغنطه ده. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف ده؟ انا مش عاوز حاجه منك يا ابله. الله انا بشتري الجيره عشان محدش يقول ان المعلم سلومه جاب لي الحريم الحكومه، غلطت انا. لحمه ايه وجواميس ايه؟ ايه القرف اللي انت بتقوله ده؟ خدي 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 جاموس. يا سندس اقعدي اقعدي يا سندس، احنا مش عايزين لحمه، مش انا خدت لحمه. ستي زنه انا جبت لك اللحمه. ايه اللحمه ايه؟ اطلع بره. يلا اطلع بره اطلع بره، احنا ناقصين. ايه ده يا سندس؟ هاتي اللحمه هاتي اللحمه. جاتك القرف اللي ايه؟ هاتي يا سندس اللحمه هاتي. انا هو انت لسه هنا؟ يلا ما تغور يا سندس. احنا من امتى بناخد لحمه من الناس؟ اعمل شوربه علشان الواد سعد يجي عضمه ويرم. يوه روحي بعيد عني بقى. هاتي اللحمه دي. القرف اللي يقرفك. يا ابني انا مش عامل لك نسخه على المفتاح، انت لازم تفصلني. يعني ترسم الموناليزا يعني؟ جبت بطاطس كتير؟ اه عسكري المراسله بتاع سعادتك جاب لك كل اللي انت طلبته. ومالك مستاتل قوي تبقى عسكري؟ زي ما يكون فالح قوي بتخلص القضايا اللي بدوها لك. كل 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 ما تصدعناش. طب وليه العكنانه دي؟ ما انا خلاص انا الاسم بتاعكم. اديك قاعد بقى للي اتخانق، للي عيال ثبتوه، اللي بيتهم بيقع ويطلعوا مزاز مزاز بيئه، والباشا بتاعنا اللي خلاص كانت ميس ايجيبت بتجري وراه بيقول لك بيئه بس عجباني. يا عم انت مال اهلك؟ عجباني يا اخي. هات 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 البطاطس.
انجز. وهي دي البطاطس الكتير؟ تصدق قادر انك عين نصاب يا ولا؟ مخمطتني يا ولا، دماغي بقت زي البيضه الممششه وسكت الزفت ده. هو اسمع كلام امي يا ابني انت، بس حاسبنا يلا، ما انت تتكل على الله. الهي يا رب وانت جاهي فرج عليك خلقه يا سوكا يا ابن قلبي. ياما انا عملت لك ايه ياما؟ انت بتدعي عليا ليه ياما؟ بس يا ولا ادعي عليك ليه؟ ده انا بقول لك ربنا يفرج عليك خلقه، وانت مش عاوز تبقى مطرب والناس تتفرج عليك يا ولا؟ اه ياما عندك حق ياما. يلا ما انت انزلي وانا راح اشوف الواد ابراهيم فاتح ليه. لا انا عاوز ارقص عشان انا ياما. انزلي بقى ياما ياما. يلا انزلي بقى. ايه يا ولا اسكتي يا ولا. سلام ياما سلام ياما. عايز ايه يا ولا؟ يلا ياما اتكل على الله. خد يا ابني نرضيك. يلا بالسلام. أهيمة أهيمة أصاحبي أهيمة، يا صباح العسل والجمال والرضا عم الشباب كلها. يا صاحبي نزلك يا صاحبي كده، والجرح لسه مفتوح. خنقت من قعدة البيت، خد كمل دول. ماشي يا صاحبي عينيا، أنت تأمرني يا صاحبي. أدي البصل حلاوتك. مالك فايق ورايق بروح خالتك كده على الصبح؟ ولا فايق ولا رايق يا ابن عمي، انا بضحك على نفسي. اللي جوه غير اللي بره. فرح اخت ودان ده كان فرح شؤم. سلومه مسك البت اللي هو اللي اداها علقه وفتح لها دماغها وحلف عليها بالطلاق ما داخله البيت. وانا اخو هاجر قفشني متلبس وحبس هاجر يا ريس في الشقه وخد منها التليفون وحالف ما يخرجها، وانا مش عارف اعترف فيها. وانت اتخانقت يا صاحبي، يعني فرح شؤم ولا مش شؤم؟ ايه ده يا صاحبي؟ ده كوريا قلعتني من ايدها. يا جدع دي كوريا بنت غلبانه. بقول لك ايه، ثبتها وانت سيد مثبت الحريم. لا شكلها المره دي بحها سوكا، وبيني وبينك انا كنت بفكر اخلع منها. بنت كوريا دي فقريه، لو اتجوزتها هنخلف عيال فقريين ونعيش في فقر. بقول لك يا سوكا، انا ههد من ام الحاره دي. انا عايز اطلع شرم ولا الغردقه اشوف لي كده واحده خواجيه مقرش اتجوزها واخد الجنسيه. جنسيه اي بلد نظيفه يا سوكا. وتغير جنسيتك يا صاحبي. فكك يا سوكا من جو مصر يا امي، وما شربتش من نيله والكلام الاهبل ده. وفي حاجه اسمها مصر؟ اني مصر فيهم؟ مصر بتاعتنا ولا بتاعته؟ يا سوكا اللي بيخش له 100 جنيه في الشهر بيشوف مصر غير اللي بيخش له 10,000 جنيه، وابو 10,000 جنيه بيشوف مصر غير ابو مليون، غير ابو مليار. كل واحد بيشوف بلد غير التاني. مصر مش حاجه واحده بس يا سوكا، مصر حاجات كتيره قوي على حسب اللي في جيبك. ومن الاخر كده يا صاحبي، مفيش حاجه اسمها جنسيه، جنسيتك هي قرش. هي مصر واحده بس يا صاحبي. عايزة حاجة مني يا اسطى كوريا؟ لا متشكرين يا شيماء، توكل انت على الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. شعر ولا دق؟ عايزاكي في موضوع. رجلك خدت على النزول والحرى كتير، بقيت كل شوية الاقيكي نطلي في حتة. ها؟ أنا مش محبوسة، أنا جاية هنا أصلا عشان ما بقاش محبوسة. بشوقك. انت هتفضلي واقفالي كده؟ ما تخلصي قولي في ايه؟ انا فعلا مكفين. الراجل. راجل مين؟ الجزار اللي اتخانقتي معاه المره اللي فاتت وجاب لك البوليس. سلوكه. سلوكه؟ ماله سلوك؟ عاوز ايه؟ بيراقبك وبيستناكي لما تنزلي، ولما يعرف انك مش موجوده بيخبط عليا. نعم يا اختي؟ خبط عليكي؟ خبط عليكي اللي ان شاء الله. ما اعرفش، اسالي، ما انا جايه عشان اقول لك. ايوه يعني لما بيخبط عليكي بيتنايل على عين اهله يقول لك عاوز ايه؟ اول مره قال لي ان هو ما كانش قصده يجيب البوليس. ما كانش قصده. هو يعني كان طالع قامت الحكومه شبكت في طرف الجلابيه وجت معاه من غير قصد. قال ايه كمان؟ ما قالش. اخلصي قولي، انت شكلك خايفه من حاجه. جه وجاب معاه 2 كيلو لحمه. ايه 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 ايه؟ 2 كيلو ايه؟ لحمه. لحمه؟ لا بقى، ده انت حوارك حوار. وجاي لي ليه بقى يا حلو؟ مش عارفه تسلقيها ازاي ولا جاي لي اعلمك تعمليها صينيه؟ لا جاي اقول لك ان انا خلاص قررت ان انا هقعد معاكي هنا في المحل، انا بقتش قادره اقعد فوق في البيت، بخاف. ايه يا خلو وسطك يا بعيده؟ انت ايه؟ حتى المحل كمان طمعانة فيه؟ مش كفايه النصايب اللي نزلت ترفع على دماغي من ساعه ما ادبك حط عليا؟ اطلعي فوق يا اختي، بلا خايفه بلا مش خايفه، تعالي هنا. لو مش ندد عليكي قوي كده يا اختي، عندك صوتك، ارقعي بالصوت الحقيقي فرجي عليهم مثل لا اله الا الله. بلاش، عندك شبشبك، نسليه على خلقه امه. يلا يا اختي توكلي على الله، وريني طقسعتك والتماشه اللي بتلم عليا اللي يسوى اللي ما يسواش. وبقول لك ايه، حوار المحل ده تنسيه من مخك خالص، ده محلك لعيش ياما. ده انت صايب الصوره اللي بتتحدف عليا وانا قاعده دي، انا ناقصه. مساء الخير. مساء النور.
ايه فينك مش باينه؟ انا موجوده بس انا اصلا ما بجيش هنا كتير، لازم ابقى متفقه مع اصحابي عشان كده بنيجي. اه يعني هم جايين دلوقتي؟ خساره مش هنعرف نقعد مع بعض. ليه انت كنت عايز تقعد معايا؟ بصراحه اه. طب يلا بينا قبل ما يجوا. على فين؟ مش قلت لك سيب لي نفسك خالص؟ السلام عليكم يا حاج. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بيت الاستاذ فواز اللي شغال في مستشفى بالريش، ساكن فين؟ ساكن فوق في الدور الثاني. هنا يا حاج؟ اه. شكرا يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم يا نجم. مساء الخير يا عم الامور. هو في حاجة يا رايق؟ لا مفيش حاجة يا كينج. أصل شايفك رايح جاي من شوية كده زي اللي ضايع منه حاجة. لا والله رحت أشتري علبة سجاير واديت الراجل 100 جنيه، ببص في جيبي ما تلاقيتش الباقي، فبدور عليها يعني هنا مفيش حاجة يعني. ماشي يا نجم، ربنا عطرك فيهم، بس بيدور على باقي 100 جنيه بدور عليهم في الأرض مش في الشبابيك. ممكن حد لقى ال 100 جنيه وطلع، وعلى العموم حصل خير، أشوفه الشوكو سانكس. هي كان اسمها إيه؟ هي مين؟ هي نجوان. كنت بتحبها؟ بحبها قوي. هبلة يعني؟ هي نجوان. اشمعنى؟ عشان الراجل اللي يحب بالشكل ده يبقى راجل اهبل، سوري يعني. والست اللي تلاقي راجل اهبل زي ده تبقى هبلة كمان لو فرطت فيه. انا حبيت الحب اللي ممكن يخليكي تدي روحك للي بتحبيه من غير ما تفكري. لو كانت قالت لي اعمل في نفسك حاجه بس علشان ابقى مبسوطه كنت هنفذ فورا. ايه اللي انا عملته غلط يا ساره؟ ايه اللي ممكن في الدنيا يخلي واحده ترمي حب زي ده ورا ظهرها؟ فلوس، علاقات، المنصب، كل دول عندي. رجوله، انا قدامك اهو يا ساره. فيا مشكله؟ عندي حاجه غلط وانا مش عارف؟ هي اللي خسرانة على فكرة، بجد هي اللي خسرانة مش انت. سارة أنا لسه بحبها لحد دلوقتي، حياتي ملهاش أي طعم من غيرها. تخيلي لو رجعت، أنا مستعد أنسى كل اللي عملته. مش بقولك هبلة، ما تستهلكش. أنا إن كان عليا يا أختي أنا كان ممكن أبيتك عندي، بس أنت عارفة بقى إن أنا عندي شاب يعني في سن الجواز، وانتي بصراحة ربنا وما تاخذينيش يعني ما تضمنيش. حتى انتي برضو يا خالتي الله يسامحك. ايه ده؟ ده انا هنا ايه؟ اما وريتك يا كوريا الكلب انتي وسلومه، انا نوالة بقى فرجة الحته. طب والعمل ايه يا خالتي؟ هنهبب ايه في ام اللي انا فيه ده؟ هبات في الشارع يعني زي المجازيب ولا ايه؟ لقيت لك الحل يا بنت، رغم انك انتي كده وكده يعني، بس سبحان الله ربنا مسهلهالك. فانت بقى يا سيدنا الشيخ هتاخد البت نوال من ايديها توصلها لجوزها سلوم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم، هو انا قلت حاجه عيب؟ الراجل هيكبر لك، هتقول له رجعها لعصمتك هيرجعها على طول. دول روحهم في بعض وما لهمش غير بعض، بس الشيطان شاطر. لكن يا اخت نوال، انت تذكرين انني قابلتك قبل ذلك على الكورنيش، تذكرين؟ يا اختي ايه؟ انت ايه؟ شيطانه يا خرابي؟ مفيش حاجه ما بيننا يا شيخ، ده احنا اخوات. والله غالب على امري، فلنذهب للاخ سلومه لكن بشرطين. انت لسه هتتشرط علينا؟ قول يا سيدنا الشيخ قول. ان ترافقينا يا ست ام سوكا، لان موقعي ووضعي لا يسمحان ان اسير مع الاخت نوال بمفردنا في الطريق العام. انا ما وريش غير نوال، روحي مع نوال وتعالي مع نوال، ما كانش حته طبق رز بلبن اللي طبحتهولي. ها طيب والشرط الثاني ايه؟ الشرط الثاني ان شاء الله انا ساتوصل، ولكن غير مسؤول عن النتيجه. نعيما يام، اديني سبختهولك اهو، رجعتك بنت 18 سنه. ايه يا كوريا؟ يا بنت يا بنت، هو الزمن بيرجع لورا؟ يا ولي يا ولي، ده المثل بيقول ورنش البوسه تبقى عروس، وانا ورنشتك اهو لمعتك وخليتك ولا اللي بكرتونتها. روحي الله ينوي عليك يا كوريا، خليتيني حلوه، إلهي شوفك زي ما انا عايزه يا رب. خدي بقى حمام الزيت ده كمان. بصي بقى ده هيليس لك شعرك، ينزله كده على وشك لا تعرفي تشوفيه من القصه يمين ولا شمال. ده حلو ها؟
اجربه. ماشي زي بعضه. خد يا كوريا. يو ومالك يا ولية زي اللي بتديني حسنة كده؟ ده انا الفلوس دي باخدها منكم كده حاجة رمزية يعني، وانتوا حد فيكم يقدر على اجرتي اللي استحقها؟ على فكرة يا كوريا انت بقى لسانك زي الفرقلة، وانت عارفة لو ما كانتش ايدك حلوة ما كانش حد دخل المحل ده. يلا انا ماشي، عايزة حاجة؟ لا شكرا، يومك شبهي. اقعدي بالعافية. ازيك يا كوريا؟ انت زعلانة بجد بقى. طب بصي يا بنت الحلال، انا مش عاوز حاجة منك، المفروض بعد اللي عملتيه ده ما اعرفكيش تاني، بس انا جاي عشان افهمك حاجه واحده. نوال هي اللي طلعت لي بالعمود يا كوريا، وانا اتخانقت معاها ونزلتها قدام سوكا، ومن الاخر كده نوال هي اللي راميه كتتها عليا وانا مديها السكه. من يوم ما علي حد عليك يا كوريا مش هتبقى نوال. نوال دي زي مساحه الجزمه اللي الواحد يمسح فيها جزمته وهو معدي. وانا لما كدبت عليك وقلت لك ان العمود بتاع البت الممرضه ده كان عشان ما اعملكيش مشاكل ولا عبلك في دماغي. انت عالي يا كوريا، ما تنزليش نفسك لنوال. أنا كده خلصت اللي عندي. سلام. وعلى فكرة دي محقوقة يا كوريا، وبتجامد قوي كمان. سلام يا أسطى. فترة مؤقتة وكل واحد هيرجع لشغله، بس دلوقتي بالنسبة لهم مفيش شركة وهما بيطالبوا حقوقهم. طيب أنت شايف إيه؟ أنا بحاول أدرس الوضع القانوني من ناحية، في نفس الوقت بحاول أوصل لقيادات العمال، عايز أقعد معاهم وأشوف إيه سقف طلباتهم، لو طلع قريب حضرتك تتصرف معاهم وتخلصنا من الحكاية دي. دول بقوا 75 قضية وبيزيدوا، لدرجة إن المحامي بتاعهم مش عايز ياخد أتعابه دلوقتي، مأجلها لأنه ضامن القضية. أنت خليك ماشي في السكتين، وأنا برضو سيبني فرصة كده هفكر وهقول لك على الحل. انت بتعملي ايه؟ هو انت فاكراها يا خزنه دي حيالة تلاجه معفنه خايفه الحراميه يسرقوها؟ انا عايزه اسال سؤال. انا اقفل التلاجه بالقفل، اقلبها تلاجه كازوزه؟ انت مالك؟ مالكيش فيه؟ ما تستمحي ولا صبحه جل. انا كم مره قلت لك تتكلمي بطريقه ارقى من كده؟ بعدين انا مش بقول لك كده علشاني، انا بقول لك عشان خالتك المسكينه بتقعد طول اليوم جعانه، وبعدين تقعد تصوت وتلم علينا الناس وتفضحنا. برضك مالكيش فيه، خالتي انا وهتفضحنا انا. انت بس بطلت تحشري مناخيرك في كل حاجه. لا مش خالتك انت لوحدك، خالتي انا كمان قدام الناس يعني. ايه خالتك ده مين؟ اروح خالتك انت هتمسحي فينا ولا ايه؟ ده انت حاله مستاجره عندنا اوضه مفروش. وبعدين بقول لك ايه، احنا كده عندنا نظام، انا عامله لها بطاطس المهروسه بالبيض بتاعتها وشايله لها في قلب النمليه، هي منين ما بتجوع بتروح تاكل من النمليه من ايام امها الله يرحمها. احنا على كده نمليه ايه وقرف ايه؟ هو في حد اصلا ياكل من حاجه اسمها نمليه؟ ما تتبطي بقى على الصبح، خلينا انزل اشوف اكل عيشي. مش قلنا كفايه وشك الحلو قدامك السعد؟ يا حبيبتي اللي بيحصل لك ده بسبب البلطجيه والعشوائيه اللي انت عايشه فيها. يا هتعمل لي فيها ملمس الحديد على الصبح؟ انا ناقصه عايزه بطاطس والنمليه. انت يا بني ادمه يا مجنون تقفلي الباب عليا وتحبسيني ليه؟ سندس لو خرجت بتوه ما بنلاقيهاش. هتخرج ازاي بس وانا موجوده؟ انت مخك ربنا خلقهولك ليه؟ مش بتفكري؟ بطلي غلب احسن اقسم بالله، ارجع ظروفك دماغ تكتمي بقيه اليوم. بقول لك ايه؟ انا بعمل لك نسخه وابعتها لك، بس بيسك عليها، اوعي تغفلي عنها احسن تفتح وتخرج، وبيخلي بالك من المفتاح، اوعي تضيعيه، حطيه في صدرك. حطيه في صدرك؟ ايه الالفاظ المعفنه دي؟ يا بنت انت يا اللي ماشيه يا حلوه. حاضر يا سمر. نعم. انت بايده كده ليه يا اختي؟ ميرسي، متشكره قوي يا سمر. انا جعانه. طب اعمل لك ايه؟ عايزه اكل. ما بعرفش اعمل اكل. لا بطاطس بالزيت. وهي فين البطاطس بالزيت؟ في النمليه. والنمليه دي فين؟ النمليه في السرير. هو انا يا بنتي بدل ما حد يتكلم معاكي. اقعدي يا حاجه انتصار، ما حدش هيتكلم. اقعدي، انت تعبانه، ده انت كنتي هتقعي من طولك، وبعدين ضغطك واطي قوي. ربنا يكرمك يا هاجر يا بنت حقوقة ويقعدهولك. والله يا بنتي كانوا أحسن الناس، هي بس نجوها طلع لأبوها طول عمرها هتبيع أي حاجة عشان خاطر الفلوس. معلش يا حاج، ما هي بنتك برضو. أيوة يا أختي، بس ربنا ما يرضاش بالظلم، وهي سبب المرمطة اللي أنا فيها دي. أنا مش زعلانة منها، أنا زعلانة عليها. احنا طول عمرنا فقراء، بس عايشين مش عرفنا لازمتها ايه الفلوس دي اللي تخليك تبيع امك وابوك واخواتك ودنيتك وشرفك. ابو هاجر،
الحقيقة ابراهيم عايز يمشي. يمشي يمشي ازاي؟ انا عارف. امشي قدامي. عايزه اقص لها خالص يا كوري احسن، خايفه تلقط حاجه من المدرسه، وخصوصا ان بقالي يومين مش مرتاح. يا نصيبتي لقيتي ايه؟ قمله ولا زبال؟ لا يا حبيبتي ما تخافيش، انا مفليها امبارح بس للامان. اه خضتيني خليتي نهرش. ماشي مالكه بنت مكلدمه كده ليه؟ انت مش عايزه تقص شعرك؟ لا مش عاوز. بنت مقهور على شعرها وتعايز توصل احتياطي؟ قومي يا بنت مفيش قص. هو ايه جرى يا كوريا؟ مش عايزه تشتغلي ولا ايه؟ يا اختي عايزه اشتغل، انا اكون قاعده في المحل بعمل ايه؟ باخد حمام سمس، لكن برضك انا مش هشتغل غصب عن الزباين. بقول لك ايه؟ تعالي اقعدي انت اعملوا لك بلح. لا خلوا لك يا اختي البلح بلح ده. يا اختي النسوان دي ماله البلح؟ هو وحش البلح؟ مساء الفل يا استا كوريا. خير يا طاو؟ جاي تترازل عليا في محل اكل عشي ولا ايه؟ نازله تحني يا كوريا فينا وليل النهار بتنبطي. ده انا يبقى قاطع رجلي لو ادخل اترازل على حرمه صاحبي وهو مرمي في المستشفى. امال عاوز ايه؟ يعني هكون عاوز ايه؟ مش كوافير حريمي ده لا مؤاخذه ولا ايه؟ ولا احنا في مركز الابداع؟ كوافير يا ريس. انت صح يا كبير. تمام. اختي بقى اخونا وهدان الصغيره فرحها قريب وجايين نحجز لها، وقلت بالمره ارغي معاكي وناخد وندي عشان اعرف ايه بقى الموضوع اللي انت عارفاه وانا عارفه ومسكهولي الزله. شوف يا طاعو، الرغي هنا في المحل للحريم مع الحريم بس، ما بيخشش هنا رجاله ولا نصاص رجاله. فاتكل على الله بقى من هنا دلوقت بدل ما وتربت امي. مش هقولك استنى اما يخرج هيما، انا اللي هفرج عليك امك لا اله الا الله وقتي. خلاص شتفتيني. طب اسمعي بقى يا ست الستات، هيما خارج قريب وهندي مقصات هربان والحكومه بتدور عليه، بس هو حاطط في دماغه هيما. بس انا بحب هيما ولا ممكن اخلي حد يعلم عليه من حته تاني؟ ده انا ساعتها يجيني طعون على حق. يلا يا رجاله لحسن حسن الاكسجين اللي في المطرح شاحح مني. سلام. بقولك يا دكتور الله لا يسيئك، انا لا ليا في جو المستشفيات ولا الحقن ولا البنج ولا الكلام ده، انا قلبي مقبوض وحاسس ان انا روحي هتطلع لو قعدت هنا اكتر من ساعه. يا ابراهيم انت عندك جرح كبير في مكان خطر وعامل لك تهتك في عضلات الكتف ونزفت دم كتير قوي. مش مهم خرجني من هنا. يا ابراهيم انت محتاج راحه تامه ورعايه طبيه على الاقل كام يوم. طيب تمام، انا هروح ارتاح في بيتنا، هفضل قاعد قدام التلفزيون 24 ساعه. انت عندك تلفزيون؟ اخرس انت، اكتب لي على خروج الله يكرمك. انا عندي فكره يا دكتور، ابراهيم اخويا انا هروح معاه البيت واخدمه اللي هو عايزه وانا تحت امره. ما هو المساله مش راحه وبس، انت عندك ادويه وحقن لازم تاخدها بانتظام ومحتاجين نطمن عليك كذا مره في اليوم. لا اطمن يا دكتور اطمن، انت لو عايزني اخف اكتب لي على خروج، احنا عندنا حلاق صحه بسم الله ما شاء الله، ايديه تتلف في حرير، هبعته يديني الحقن اللي حضرتك هتكتبها لي. انت بتهزر؟ لا. حلاق ايه وصحه ايه؟ مفيش خروج قبل 3 ايام على الاقل. ايه ده؟ وبيزعل ايه؟ ابلا يا ابلا. حلقات لك كمان؟ بقول لك انا من رايي احنا نسمع كلام الدكتور نقعد هنا قد سنه او سنتين. اخرس انت، خرجني من هنا سوكا. سوكا خرجني من هنا. عايز احكي لك حكايه. حكايه لواحد صاحبي اسمه صبحي. ياما كنت في الوراق كنا زملاء في الجامعه. كان صبحي دوت ما عندوش غير قميص وبنطلون واحد بيحضر بيهم كل يوم. بعد ما بيخلص الجامعه بينزل على الشارع بيدور على الفلوس باي شكل، اشتغل اي حاجه، يبيع مناديل، يغسل عربيات، يبيع فل، اي حاجه، المهم يجيب فلوس. وفي يوم راح لراجل صاحب محل كشر قاعد يتحايل عليه عشان يشغله عنده. الراجل صعب عليه وقام مشغل صبحي. صبحي اشتغل يغسل صحون وحاجات زي كده، الراجل حبه وابتدى يرقيه شويه بشويه لغايه ما قعدوا على الكيس اللي هو الكاشير يعني بلغتنا دي. مش صبحي بقى يحمد ربنا، لا، صبحي طمع. طمع صبحي وابتدى يفكر ازاي يشارك الراجل في ماله. ابتدى يلعب على الراجل، الراجل حس. تخيل انت الراجل يعمل ايه؟ ها؟ ولا حاجه. ليه؟ عشان الراجل طيب. قام طرده اسبوع والتاني، وصبحي خلص القرشين ونزل تاني الشارع يشيل شنط ويغسل عربيات ويبيع مناديل وفل لغاية ما تعب. قام راجع للراجل تاني وبس ايديه قبل رجليه، ولا بوس ايدك ابدأ معاك من الاول ان شاء الله اغسل صحون. الراجل قال له خلاص. قال له ايه بقى؟ خلاص. قال له ادخل يا صبحي، خد دش وغير هدومك وخش المطبخ
استلم شغل. ها استني ايه؟ ادخل خدي دش وغيري هدومك وخش اوضه النوم استلمي شغلك. يلا ايه وقفتي ليه؟ يلا حبيبي يلا ماما يلا اهو الاكل اهو كولي. اكليني انت بطاطس بالزيت اهي. اكلك انا؟ اه قلت كتير. حاضر حاضر تفضلي. الله الاكل حلو قوي من ايدك. ده كوريا سايبهولك. لا انت اللي عاملاه. خلاص زي ما تحبي انا اللي عاملاه، المهم عجبك. الله بالهنا والشفا. سعد بيحب البيض. سعد مين؟ ابني. اه طب قوم اعملي له بيض. اه انا اخلص اكل بس واقوم اعمل له بيض. اتفضلي. وحننزل نخرج. نخرج نروح فين بس؟ نجيب حلاوه. مش هينفع نخرج، انا هحط لك حاجه تفرجي عليها في التلفزيون وادخل انا انام. تلفزيون لا لا تنامي لا. اخرج اخرج مش بره. هينفع نخرج يا سندس. لا ينفع ينفع. ماليش دعوه ماليش دعوه. طب بتعيطي ليه بس؟ عايز اخرج. اجيب حلاوه حلاوه بالسوداني. يا ربي. طيب طيب خلاص خلاص تعالي ما تعيطيش تعالي. خلاص هخرجك وامري لله. فبوريش عارف مصمت حبايب السيده؟ انا بقى في الحاره اللي في ظهره عدل. شلاه يا ام هاشم وشارع زين العابدين، ده المنطقه دي نايسها كلها. بقول لك ايه، تعرفي زيكا باصبع؟ اه ده كان صاحب حاتم اخويا الله يرحمه. هو انت كان ليكي اخ اسمه حاتم الله يرحمه؟ حاتم الايطالي. انت ما تعرفوش الايطالي؟ الايطالي السداه الاسم ده مش غريب عليا. طب وانت ليك اخوات تانية يعني غير الايطالي؟ اه عندي اخويا فواز الكبير، ده بقى اللي بيقطع التذاكر في مستشفى بوريش. بس قول لي يعني، هو انت ما بتعملش حاجه تانية غير موضوع الغنى ده؟ لا مطرب. ايوه يعني غير الغنى والطرب مفيش شغلانه تانية؟ انت طيبه على نياتك. هو في مطرب في مصر ما بيكسبش؟ انا لو ربنا كرمني والفلوس جريت في ايديا كده مش هقول لك، لازم انا اخلي منطقتي دي بطن البقر احسن منطقه فيك يا مصر. بقره دي بقول لك ايه في ايه؟ اه دي منطقتي يعني، لا الزمالك ولا المعادي ولا شبرا، بقول لك منطقتي بطن البقر. المهم طاني شريف بقى هسميه ايه؟ بطن البقره يا امي. مش معنى يعني تاني شريط؟ ما اول شريط لازم ينزل باسم امي، كلمات امي، الحان امي، توزيع امي، حتى الصوره بتاعت الشريط هينزل عليها صورة امي. ما انت ما تعرفيش امي دي، امي دي هتعرفيها هتعرفيها. يا ولا يا ولا انت هو لعب بعيد. والله لو الكره دي جت ناحيتي لقطعها لكم نتائج على دماغكم ودماغ اللي خلفوكوا. جت كل قرف. السلام والرحمه يا خالتي موسوكا، عامله ايه؟ اقعدي يا اختي. عامله كويس الحمد لله. عملت حله رز بلبن قلت لازم انا ادوقك منها. حطالك بقى ايه؟ زبيب وجوز الهند وزدان يستاهل بقك. متعبه نفسك ليه يا بنتي يا نواه؟ تعبك راحه يا خالتي. والله والله وحشتني القعده معاكي والنم على اللي رايحه واللي جايه. عايزه اتنين معلومين يا بنتي. على كوريا؟ كوريا دي مين؟ قديمه. قديمه؟ كوريا دلوقتي بقت قديمه يا اختي. امال عاوزه مين الجديده يا روح؟ جمالات. جمالات؟ اسم الله عليك اسم الله يا اختي. عاوزاني انيم معاكي على جمالات بطبق رز بلبن؟ لا يا حبيبتي مش اقل من صينيه بسبوسه بالقشطه وعين الجمل يا روحي. اه والله والله ما يغلو عليكي يا ام سوكا، ده انت حبيبتي ده انت الغاليه. بس بجد بجد والله العظيم البت صعبت عليا. ما يصعبش عليكي غالي يا اختي، مالها مترمله يا عيني. اه البت صغيره وزي القمر بس مترمله، جوزوها راجل من الخلايجه كبير في السن اه ومقرش ومعاه فلوس، بس يا عيني اتفرهد منها ومات. اه ولاده بقى راحوا واخدينها وقالوا لها يلا يا اختي امك في العش ولا طارت، طردوها طردت الكلاب ورجعت يا قلب امها ايد ورا وايد قدام. وما خلفتش؟ لا ما خلفتش، هي لو كانت خلفت كانوا طردوها طردت الكلاب كده هو. طب ومالها يا اختي من ساعه ما طلعت يعني لا حس ولا خبر؟
الله، لكون مستكبره وشايفه نفسها علينا ولا على رجليها نقش الحنة يا اختي. انا معرفش، انا لا احب حد يقولني ولا يعودني، بس يا بنت البت ده اهي سهناي. اه والله سهنة كده هوت، وتحس انها ما تريحكيش، زي ما يكون عندها حاجه كده هوت مدفونه جواها. اه والله. لا 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 لا، حاجه مدفونه عليك انت برضو يا موسوكا. اه انت كده لا تبقي خالتي ولا عرفتك. وحيات مقاصيصي دول، لا اجيب لك قرار الموضوع والمدفون كله. ده انا ما بقاش ام موسوكا يا بنت. تخرج تقعد، انا ماليش فيه. انا اللي عايز اعرفه دلوقتي ايه اللي بينك وبينها ولا ابراهيم. كتفي وجعني قوي يا كوري. الواد غزال، سيبك من كتفك دلوقتي ورد عليا. اللي بينك وبين نوال؟ نوال ايه ونيله ايه؟ نوال ايه ونيله ايه اللي قاعده بتحوري لي عليها؟ انت كل حاجه هتحوريها لي يا كوريا. ما تعملهمش عليا يا هيم، انا كوريا. وانا هيما حبيبك يا كوريا. ايوه خش عليا بالنعم خش. بقول لك يا هيم، انت كل اللي بينك وبين الوليه دي قدام عيني. ازيك يا ست نوال؟ ازيك يا ابراهيم؟ ايه بقى اللي خلاها تيجي تعمل البوليكه دي كلها بقى هنا؟ ده ولا كان جوزها هو اللي مرمي في المستشفى، عقبال ما اشوفهم الجوز مرميين في مشرحها. قادر يا كريم، ايه بقى اللي بينك وبينها عشان تعمل ده كله؟ تشوفتش عملت ايه؟ شفت شفت، انا لا شفت ولا حسيت يا كوريا. ده انا كنت هضيع ورب العرش نجاني يا كوريا. انا في ايه ولا في ايه؟ ماشي يا هيم، بكره نقعد على الحيطه. يا بت يا هبله، ده شغل حريم. دي بتعمل كده عشان ارشم الحيطه، شايفاكي بتحبيني واقع عليا، وانا بصراحه واد جامد ما تسابش يعني لقطه. حاضر يا هيم، هتقرطص لك. حاضر هتقرطص، بس بمزاجي هتقرطص، بس مفتحالك. وخلي بالك انا كوريا، كوريا اللي ضيعت سنه من عمرها في السجن عشان ما تقبلتش بس حد يجي على حقها وحق زملاتها في المصنع. يعني الواقعه بموتها يا هيما، بموتها يا كبدك. الف شكر يا باشا، مع الف سلامه. اخيرا اذن النيابه طلع بمراقبه التليفونات. ها وانتوا ايه الجديد؟ مفيش جديد يا باشا. يعني ايه يا اخويا مفيش جديد؟ يا باشا زي ما بنقول لحضرتك، تحركات كل واحد فيهم مكتوبه عند حضرتك في التقرير. ابو طالب بيه بيروح يشرب ويروح شقه مشبوه يا باشا. وانا مالي بيه، انا عاوز بنته. اتفضلوا كملوا شغلكم، واي واحد من الناس دي بيتنفس نفس عايز ابقى على علم بيه قبل ما يتنفس النفس اللي بعده. يلا يا سندس. اموت انا واعيد السنه. فايبريشن عليا، طلع فايبريشن. مزه مزه. يلا يا سندس. شفتي يا اختي البيت ماشية ولابسة وبتترقد زي بتوع السيما بالظبط. عشنا وشفنا فيكي يا بطن البقرة. اقطع دراعي من هنا، إن مكان ورا البت دي إن، بس أنا بقى مسيرة أعرفها. إيه دول يا نادر؟ موبايلات. لا يا شيخ بجد والله؟ عم بيومية دينا اسمعيني كويس، من ساعتين بالظبط كل الناس القريبين من هايدي تليفوناتهم بقت متراقبة. لا طب وإنت عرفت إزاي؟ مش مهم إزاي، المهم انتي تعرفي وتاخدي بالك وتفهمي كويس جدا ان كل مكالماتك متراقبه، وبالتالي مفيش ولا حرف يتقال بخصوص هايدي على التليفون. فهمتي؟ طيب انا هعمل ايه بدول يعني؟ واحد من دول هيبقى معاكي، والتاني هيبقى معايا، والتالت هتوديه لهايدي، وبنفس الطريقه اللي رحت لها بيها المره اللي فاتت، هتخرجي بالنقاب من اي حته وتروحي لها وتدي لها تليفون، وتفهميها كويس جدا انها ما تتصلش باي مخلوق في مصر غير من التليفون ده، وما تتصلش بأي حد غيري أنا أو أنتي فقط. نادر يعني كل التليفونات متراقبة؟ يعني كلها كلها؟ يعني أنا كمان متراقبة؟ أيوة دينا، بقولك كل مكالماتك متراقبة. لو بتخوني محمد جوزك ولا حاجة على التليفون تخلي بالك. دينا فاكرة المحل اللي حبيب. كنا ازيك يا محمد؟ ازيك يا دكتور نادر؟ عامل ايه؟ الحمد لله. نادر كان جاي بس يكلمني كده في كذا موضوع مش اكتر. اصل في شويه تطورات في القضيه بتاعت هايدي وكان لازم اقول لدينا عليها. وانا كل يوم اجي البيت الاقي راجل بيساب الست هايدي؟ انا مش عايز اسمع سين على الموضوع ده. انا اسفه جدا يا نادر، بجد انا اسفه. لا 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 خالص، انا اللي اسف لو عملت لك ازعاج. مسوك ما شفتش خالتي والنبي؟ خالتك؟ خالتك خرجت من شويه مع اللي اسمها جمالات قريبتك دي. خرجت؟ اه خرجوا راحوا فين؟ دي واحدة ما تفهمش حاجة والتاني ما تعرفش حاجة في المنطقة، ما تتخيرش عنها، هيكون روحوا فين يعني؟ واحنا شعرفنا يا اختي، هنمشي وراهم يعني نحرسهم؟ وانت مالك انت بتنحشري ليه؟ انا بتكلم مع ابو سوكا دلوقتي. ايوه هي بتكلمني، معرفش يا كوريا راحوا فين، بس انا شايفاها دلوقتي خارجة مع جمالات دهيت وجمالات وجوزها كده هوت، لا رامت لا سلام ولا كلام والله. عاسك عاسك على فكره اللي انتوا بتعملوه ده عيب، ودي مش اخلاق اولاد الحاره المصريه الجدعان. يلا يا عدي يا ابن المفكوكه منك ليه من هنا. مش معقول يا كوريا انتي، انا مش هعملها معاكي دلوقتي قدام اهل الحاره، لينا بيتي لمنا. على فكره انا ما عملتش حاجه غلط، سندس كان نفسها في حلاوه ونزلت اشتريها. طب اتفضلي يا اختي اتفضلي. امنت بره؟ مفيش حد بره خالص. طب يلا بينا. انا عمي ايه اللي احنا بنعمله ده صح؟ لا طبعا. يلا يا سوك، هو راح لوحده ولا ايه؟ ولا
يلا يلا بالراحة يا سوك. ما بعرفش اسوق. ليه وانت سايق ليه ده؟ يلا يا سوك. لما اخذ حاجة نام يعني كان فيش حاجة. يلا يلا. يلا سوكا. على فكره انا ما كنتش نازله اتفسح في الحاره ولا اعمل شوبينج، انا نزلت عشان سندس كانت عايزاني انزلها. عشان مين يا اختي؟ سندس؟ وانت مالك ومال سندس؟ سندس دي خالتي انا حبيبتي، لا تخصك ولا ليكي فيه. وخالتي انا كمان قدام الناس، وبعدين انا حره اعمل اللي انا عايزاه، مش هاخد رايك قبل كل حركه انا هعملها. اهو لا يا حبيبتي، انا هنا ما عنديش حر. حره دي هناك عندكم في الكامباود، لكن عندي انا هنا انا حره، يعني انا لا مؤاخذه. اه فاهمه يعني ايه؟ ومشفتيش نفسك كنت ماشيه في الشارع كنت لامه علينا الاسوء اللي ما يسواش ازاي؟ بصي لنفسك يا اختي، طربالي استريشت وبلوزه بامبا، يقول عليها مسكنه مين عندي دلوقتي؟ اولا انا كنت لابسه عبايه فوق لبسي ده، ثانيا ما اسمحلكيش خالص انك تكلميني بالطريقه دي، وبعدين انت تقولي ان واحده زي تتنازل وتقعد معاكي في العفانه اللي انت عايشه فيها دي. بس بقى وهي بس وحياه سعد ان مسكته لقوم انزل عليكوا شبشب. استني انت خالتي دلوقتي والنبي. لا يا نغه هتسمحيلي، هتسمحيلي غصب عنك، هتسمحيلي ورجلك فوق رقبتك. انا طول عمري سمعتي موس كده اهو، لا حد قال عليا ولا عاد عليا، واللي يفتح بقه عليا احشقله بشبشب. مستحيل مستحيل السوقيه والقرف اللي عمالين ينقطوا منك. ايه احشيهوله وشبشبي؟ ايه الالفاظ البيئه دي؟ بصي هقولك على حاجة، أنا مستحيل أتكلم مع واحدة فالجر بالمنظر ده، وبعدين الخرابة اللي انتي فرحانة بيها دي أنا قاعدة فيها بفلوسي، وبعدين مش عايزة حوار معاكي. تعالي هنا. فلوسك يا أمو فلوس، انت زهقتينا بفلوسك يا أختي اللي كل شوية فلوسي فلوسي فلوسي. مش شكلين يا ست البنك المركزي، مش عايزين منك حاجة، اللي يشيله ويحط عليك يا بعيد. ده انتي داخلة عليا بالمرض والخراب. بقولك يا بت، انت مين اللي زقك عليا يا بت؟ ها أنا عايز أفهم. ما أنا أخلص عليكي هتخلصي عليا. لارج ومعروفة في المنطقة كلها، لارج وساعات بتبقى اكس لارج، لأن بيتها مفتوح للجميع. فعلا مفتوحة البحري. هي شقة دعارة حقيقية؟ ايوه شقة دعارة حقيقية، والبوليس راح هناك ولم كل الناس اللي فيها ونزلهم بالملايات. ولو هايدي ما كانتش لحقت نفسها ونزلت من هناك بسرعة كان زمانها لبست قضية أدب بجد. خلاص بقى خلاص بقى خلاص، مفيش داعي نتكلم في الموضوع ده، ما يصحش كده عيب. وايه اللي ما يصحش ابو طالب بيه؟ ما يصحش اقول ان هايدي كانت هتتمسك في قضية أدب، لكن يصح ان حضرتك قاعده في شقه زي دي؟ صح عمي والنبي يا عمي، ممكن تاخدني الاماكن دي عشان عمري ما شفتها غير في التلفزيون؟ ممكن تتنيل دلوقتي ايا كان اللي حصل، انما انا ما اسمحش لاي بني ادم على وجه الكره الارضيه انه ينقل بنتي من مكان لمكان من غير ما يقول لي. وبعدين يا استاذ بصفتي موكلك ممكن تقول لي هايدي فين؟ ولو سمحت تاخدني ليها. وبصفه هايدي موكلتي يا ابو طالب بيه، من حقها السرية عليا، وهي طلبت مني ان محدش يعرف مكانها. يعني ايه يعني؟ انت مصدق نفسك انك دكتور بجد ولا ايه؟ انت خريج حقوق يعني داخلها ب 60%، وموضوع الدكتوراه والاكاديمية والدراسات دي اي حد ممكن يعملها. انت تقول لنا على مكان هايدي دلوقتي، احنا مش هنتحرك من هنا غير ما نعرف مكان هايدي، وتعاملنا معاملة الناس اللي بتدفع فلوس. طيب اريحكم انتوا الاتنين، انا شخصيا ما اعرفش مكان هايدي. الحاجة الوحيدة اللي اعرفها انها قاعدة في مكان امن جدا ومريح جدا. ادخلي ادخلي. بسم الله الرحمن الرحيم، برجلك اليمين افرجك بقى على الشقه زي ما انت شايفه كده، حاجه برحه هواها بحري، شبابيك هدول بيطلوا على الحاره عدل. وشوفي بسم الله ما شاء الله الكنب، كنب زين، قعدته مريحه كمان، اسمه كنب اسطنبول يا ست هانم. حضرتك لو زرت قلعه محمد علي هتلاقيها كلها مفروشه كنب اسطنبولي. محمد علي ده كان راجل زين، كان ايامها بيستورد حاجتين، الكنب الاسطنبولي والجبنه الاسطنبولي. تعال تعال افرجك على الطقم ده، شفتي طقم ده زين، ده طقم اثري ما فيش منه الا اتنين، واحد ولع وده فاضل عندينا اهو. تعال تعال بص عليه، تعالي خشي اقعدي ريحي اقعدي. متشكرة أوي، شكرا. خلاص مش مهم، بعدين نشوف. تعالي بقى أفرجك على دورة المية. دورة المية ديت زينة، هواها بحري ويرد الروح. تعالي قولها تعالي، اتفضلي 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 يا هاني.
شفت بقى حاجة عظمة وقاعدة مريحة على الآخر. خلاص ما تقعديش ما تقعديش، تعال فرجك على اوضه النوم. مالك في ايه؟ خلاص حاجه جميله والله. تعالي اتفضلي اتفضلي يا هانم، اتفضلي اتفضلي. انت بتدعي عليا؟ اه انت خشي اتفضلي يا هانم اتفضلي. ما شاء الله عليك يا كوريا، كوريا بنت اختي ديت بنت زين، شايفه مرتبه الاوضه ازاي ومنظفاها. صدقي بالله دي ما تلاقيهاش في اللقنده سيف نصطاد. مين مين ده؟ مامك مامك ده مين يا اختي؟ ده ابويا الله يرحمه الحاج بعاطي ابو وهيه. هو اي نعم يعني ما خرجش عمره بره البلد، لكن الناس كلها اللي تشوفه كانت تقول له حاج. وبعدين دايما الناس راحت الكعبه ورجعت من هناك وقالت شفناه هناك، وكان معاه دايما ميه زمزم جراكن كده كان يوصي عليها ويستبارك بيها. الله يرحمه كان راجل بركه من اهل الخطوه. خطوه ايه وشافوه ايه؟ ايه التخلف اللي انت بتقوليه ده؟ الصوره دي تتشال من هنا دلوقتي حالا، وانا لو اتنازلت ووافقت ان انا اقعد في المكان الحقير ده مش هبات انا والراجل ابو خطوات في اوضه واحده عمري. نعم يا اختي انت بتتعوجي على ايه؟ انت عايزاني اشيل صوره ابويا عشانك انت يا معوجه يا معيوبه يا ساقط الحريم؟ ليه ان شاء الله؟ الصوره دي بقى لها 40 سنه محطوطه كده اهو في مكانها كده اهو زي ما هو. ابويا وامي ناموا تحتيها وماتوا تحتيه على الفرشه اللي انت هتنامي عليها دي. ايه تيجي انت دلوقتي وتقولي لي اشيلها؟ تبتعد ان شاء الله. بقول لك يا خال اسحب البتاع اللي انت جايبها لنا دي معاك، هي تتن وتتفرد علينا ولا ايه؟ شكري ماشيني من هنا دلوقتي حالا في داهيه. ياللي ناقص يزرعوك تحت السرير يا ملالع في ليبيا وتونس. اديني ثلاث ربط جرجير. جرجير؟ حاضر يا حبيبتي والله عليك. ودي يا قلبي ثلاث ربط جرجير زي العسل اهم. خدي يا قلبي. ازيك يا بنتي يا نوال عامله ايه؟ هعمل ايه يعني؟ اهو انا زي ما انا يا اختي. كل يوم تاخدي مني جرجير؟ مفيش حاجه كده ولا كده يعني؟ مش هنشيل لكم عيل ولا تيل؟ دي حاجات بتاعت ربنا يا موسوك. ايوه يا حبيبتي بتاعت ربنا، ربنا يفرحك بفرعك يا رب. ايه يا حبيبتي واقفه مستنيه ليكي بقى ولا حاجه؟ بقول لك ايه؟ نعم. هي مين الوليه اللي جت مع البت كوريا دي؟ هي بتقول واحده قريبتها من البلد يعني، بس عندها ظروف. ظروف ايه يا اختي؟ واحنا مالنا؟ ده الخلقه للخالق. اها بس استني عليا بقى ساعتين زمن والرجل تهدى في الشارع وانا هجيب لك قرار امها. استهدوا بالله يا جماعه، احنا دلوقتي اتكتبنا على بطايق بعضينا، يعني هنروح من بعضينا فين؟ خلصت خلاص. بعدين عايز اقول لك على حاجه مهمه قوي يا ست هايدي. هايدي دي بخ، هايدي دي بح، هايدي دي راحت في الوبا، دلوت باسمك جمالات. جمالات فهمة؟ جمالات دي بقى كوريا بنت خالتك نبوية المبروكة، كانت متجوزة راجل خليجي كبير في السن أمكحكح، بعد ما مات أولاده بقى كلوا ورثها ورجعوها على مصر، يعني خدوها لحم ورموها عظم. فهمتي؟ ماشي. وهي جيلينا جولي بقى محكوم عليها بدين ان شاء الله. مين؟ تفضل هذه المتعلمه بتاعت المدارس. امال بتتعوجي عليا يا اختي من الصبح؟ جيلينا جولي دي الممثله الاجنبيه اللي بقى عامل كده اهو زي القنصه كده اهو. مش عارفه جيلينا جولي؟ جولي؟ مش عاوزين نجيب سيره الناس، خلينا في مشكلتنا. ست هايدي دي ست جمالات دي ست نظيفه وعفيفه وسمعتها كيف البفتة البيضة. اي نعم عليها قضية ولسه ما تحكمش فيها، وبعون الله مش هتاخد حق. ما اصل اللي زي دي تهف 50 مليون اخضر هي وجوزها وما تاخدش حكم، انما انا اقول بس كلمة حق ومرضاش بالذل تتلفقلي تهمة وترمي في السجن. صح؟ ما هي دي بلدنا. امال اعلامها ابيض واحمر واسود ليه؟ ما عشان ناس عايشة في البياض اللي ما بتوسخش، وناس طافحة الدم، وناس قايمة نايمة في السواد. السلام عليكم. شش بس توية، مش عارفة اتفرج على المسرحية. هببت ايه؟ في ايه يا اخوي؟ في ايه؟ انت هتستلوحي في الشغل اللي انت نزلت تدور عليه. محدش راضي يشغلني، هعمل ايه؟ كلهم عايزين بنات صغيرة. انا ما ينفعنيش النظام ده ببوزك الفقر. اتصرفي وشوفي لنا قرشينات. جاتك داهيه وانت ما عادش فيك الرمق. الله يلعن ابو ايامك الناشفه.
عليه لو كان الواد القص بتاع المعسل قولي له نسي الموبايل وراح مشوار اصل عليا ليه فلوس. الو. ايوه يا ماما ازيك يا حبيبتي؟ انت فين يا حبه عين امك؟ انا كويسه يا ماما وفي حته كويسه ما تقلقيش. انت عامله ايه كده برضه يا ضحيه؟ ايه اللزوم اللي انت عملتيه ده؟ هي ست عيني كانت عملت فينا حاجه وحشه. اتي اتي اخويا. الو يا بنت يا نجوان. يا بنت الكلب انت. انت هتستعبطي وتسوق الهبل والعبط زي امك؟ هتعيش طول عمرها خدامه وهتموت خدامه. بقول لك ايه؟ هو احنا مش اهلك وناسك وملزمين منك؟ ولا هي حنفيه فلوس وملايين الهانم جات لحد ابوك واخواتك ونشفت والميه قطعت. اسمعي بقول لك ايه؟ التعبان اللي معاكي ده انت تخليكي حويطه معاه. اوعي تسلمي له نفسك غير لما يدفع ويكع دم قلبه. الشيله تقيله عليه. اديله كتف وشيلي معاه. حاضر حاضر يا بابا ماشي حاضر. طيب ماشي يلا باي دلوقتي. ها انا هكلمكم كمان شويه. يلا سلام. أكيد كنت بتكلمي مصر وأكيد برضو نسيتي إن إحنا متفقين إن ده ما يحصلش والأكيد الأكتر إن حضرتك ناسية إن العدالة المصرية بتدور علينا. يعني هم ممكن يتتبعوا رقمك ويعرفوا إحنا فين ويوقعونا زي الفار في المصيادة وساعتها حضرتك هتستغني عن العز ده كله تلبسي الجلابيه البيضة وانا البس البدله الزرقاء ونبقى جرام في ارميدان. ها ايه رايك بقى في الفيلم ده؟ عجبك؟ انا مش قادره استحمل الوضع ده على فكره. انا حاسه نفسي ان انا رخيصه قوي. بص يا مروان لو انت جايبني هنا عشان تتسلى بيا ماشي ولو مش عاوز تتجوزني برضو ماشي بس الفلوس اللي انت لهفتها دي كلها انا ليا فيها نصيب وعاوزاه. خليك فاكر ان انت ما كنتش تقدر تلعب على هايدي وتلهف منها كل الفلوس دي من غيري عشان انا اللي كنت مداري على كل اللعب بتاعتك وانا بقى مش مستعدة ان انا اخسر كل حاجة. اسمعيني يا حبيبتي من الاخر ومن غير لنجرة انتي معايا كسبانة ومن غيري في الشارع يعني ما عندكيش اختيار تاني. وعلى رأي حبايبنا اللي في مصر اللي هما من الحتت اللي أنا وانتي منها كل عيش. فهمان يا نجوان؟ كل عيش عشان ما تخسريش الجلد والصد. ماشي. ايه انت بتكلمي عني كده ازاي؟ انا بزنس وومن شريفه ومحترمه عمري ما خدت مليم واحد مش من حقي. هو انا لو كنت نصابه كنت هتلاقيني في المنطقه الحقيره دي؟ انا كان زماني قاعده في واحد من احسن الاوتيلات في لندن ولا في روما. هما يومين هثبت براءتي وارجع تاني لحياتي الطبيعيه لفيلتي وعربيتي وشركتي وعملائي وموظفيني. انا مش هطول في القرف ده ومع الناس والاشكال دي. بس خلصت كده؟ ما خلصتش. اهدي ماشي. كوريا ما تقصدش يا هيدا هانم يا جمالات هانم يا جمالات. ما تاخذنيش. كوريا دي بنت جدعه جدا وبنت بلد وبكره تعرفي قيمه كلام اللي بقوله ده. بعدين انت يا كوريا فيه مالك؟ الهانم هتدفع لك 500 جنيه ايجار الاوضه في الشهر. مش قليلين يعني 500 جنيه تحوشيهم كل شهر على الفلوس اللي معاكي وتعرفي تسددي فلوس تنكيس البيت للجدع اللي اسمه سلومه الجزار اللي شبه العكاوي ده. قلت ايه؟ ماشي. هي الفلوس مش القصه يعني. هي بس تقعد مع سندس تلغيها وتاخد بحسها وانا مش موجود. ايه ده؟
سندس دي قطه؟ شكري ام اليرجيك تو كاتس. شوف بتشتبهي. لا بتقول لك ربنا يشفيها يعني ربنا يشفيها. عندي حساسيه من القطط. اه لا يا اختي ريحي نفسك، مش قطه هي، سندس دي خالتي ونايمه جوه، وعلى فكره غلاوتها من غلاوه المرحوم امي بالظبط، يعني تدوس لها على طرف بس ولا تزعليها هشرب من دمك بالشفاط. اهدي اهدي شفاطه ايه؟ صلى على النبي. بقول لك ايه؟ انت خلاص ما تفرجوش علينا الناس مره، انتوا قرايب وتفارقتوا وتقابلتوا تاني. بعدين مش فاضلكوا، عاوز انزل اشوف باك لعيشي. استهدوا بالله اقعدوا مع بعضيكم كده، يا سلام على جمالكم. ناقصكم قفص عصافير تقعدوا فيه. السلام عليكم. افتح الباب يا علي. علي مساء الخير. مساء النور. نقيب ياسر عبد الحق مباحث اموال عامه، ممكن ادخل؟ اهلا وسهلا. تفضل تفضل. قلت لك 100 مرة يا سلومة وانت داخل ابقى اعمل حس ولا خبط ولا اتصل قبل ما تيجي بالتلفون. ايه يا اخويا بتخداني؟ الله قطعت لي الخلط اكتر ما هو مقطوع. حد يتخض من كوزه وحبيبه يا فرس بطن البقر انت. جبت جبتلي الكيوي؟ احلى 2 كيوي ده احلى نونو في الدنيا. خليني النهارده ما طبختش، قوم اسلق لك بيضتين، شغل البيت هديني. بيضتين؟ نعم انا مش جعان قوي كده، ده اللي يشوفك يشبع يا قمر. طب زيح نفسك شويه كده، ازازه الاكلادور هتقع على الارض. ريحتك زفره من اللحمه، قوم استحمى يا راجل واغسل بقك من جوه بالصابون. على ايه بقى؟ ما انا كده كده كنت نازل المحل، انا قلت عد عليك بالفاكهه ونقعد مع بعض شويه، لكن الظهر ما فيهاش وقت. انا نايم. بقول لك يا نعم. ابعد يا اخويا على الدكتور بتاع الرجاله، شوف لك حل في موضوع الخلفه دي. انا نسوان الحركه لوش. ولازمتها ايه العكننه دي؟ تعلمك بقى انا زي الفل، انا جامد قوي. ما تسمعيش كلام الدكاتره، الحاجات دي بتاعت ربنا. لما يأذن بالعيل هيجي العيل، بس انت نايميني عليكي عشان نعرف نجيب العيل. في نفسك تنيل؟ اعوذ بالله. كان يوم اسود توشتك. يوم اسود صحيح، كتك 60 نصيبه، الهي ما ترجع. لا استنى افتح انا. اهلا. انت مين؟ ايه ده؟ هي مش دي فيلا ابو طالب ولا انا اتلخبطت في العنوان ولا ايه؟ ادخل يا باشمهندس طارق، ادخل. انت تعرفني؟ طبعا. انا كنت عدى عليك كمان شويه. بس يبدو كده ان انا حظي حلو. اصل بيقولوا ضابط المباحث لما يسعد يلاقي 2 من اللي مطلوبين في طلعه واحده. ايه ده؟ نو بروبلم. الباشا بيأدي شغله واحنا للاسف شغله. هو الموضوع روتيني وبسيط جدا جدا. هو هيسألنا سؤالين واحنا نجاوب بس، ده الموضوع. هو احنا متهمين بحاجة؟ طب اسمع بقى يا حضرة الضابط، كان ممكن تتصل بالتليفون او تبعت اي حد. انا مهندس اه، لكن افهم كويس قوي في كل حاجة. وبعدين احنا لو مطلوبين للشهادة الكلام ده يبقى في النيابة. برافو. خلصت المرافعة بتاعتك؟ اه خلصت المرافعة بتاعتي. تمام. فين هايدي بقى؟ سبحان الله، كلنا بنسأل نفس السؤال، فين هايدي؟ تعرف سعادتك إن إحنا كنا هنبلغ عن اختفائها؟ إنما خلاص الحمد لله، طالما اتجاهنا واحد لازم نوحد جهودنا مع بعض، وكل واحد يمشي في اتجاه، واللي يلاقي حاجة يبلغ التاني. لا ده أنت بتهزر. لغاية دلوقتي بتعامل بشكل ودي، لكن أنا عندي إجراءات قانونية كتير ينفع أعملها معاكم. وخصوصا ان يبدو كده ان انتوا شركاء معاها، ساعتها بقى كلامنا مش هيبقى مجرد اجراء روتيني خالص. فالافضل ان احنا نتعاون مع بعض بجد
وبلاش بقى الكلام اللي هو ضحك عليها طلقها وهرب وكلام التلامذة ده ما بياكلش معايا خالص. تمام؟ انا قاعد بسمعه. اتفضل. انا نازله الكوافير راح اشوف اكل عيش كفايه وقف حال. عاوزه حاجه؟ عايزه اكل، جعانه قوي بقالي كتير قوي ما اكلتش. وبعدين يعني انت هتنزلي وتسيبيني ازاي في المكان المرعب والغريب ده؟ يا سلام، امال ايه يا اختي؟ اقعد معاكي حروسك فوتيكارت؟ ثم بقول لك ايه؟ انت ما انتيش لوحدك، انت معاكي سندس جوه. سندس مين؟ سندس خالتي يا اختي، انت نسيتي ولا ايه؟ بعدين انا خالتي دي مكركروه بتتحط على الجرح يتيب كده. بعدين انا اصلا قبلت انك تقعدي معانا علشان تونسيها. ده هي اللي كتر خيرها انها تقعد معاكي. اتفضلي. ده اكل اهو، لو عايزه بقى تسخنيه عندك المطبخ جوه، بس اوعي تولعي النار قدام سندس، بتترعي، بتفتكري الحادثه بتاعت جوزها وابنها وبتقعد تعيط وتصوت. اخ اف ايه ده؟ ايه؟ بصار؟ لا انا ما باكلش من البسله دي، اطلبي لي دليفري. ايه؟ بقول لك ايه؟ احنا ما عندناش حاجه من اللي بتقولي عليها دي خالص، هو ده اللي موجود. وبعدين انت هتقعدي معانا يبقى تاكلي من اكلنا وتشربي من شربنا. حبيبتي انا ما باكلش من القرف ده، برجع. لا انت تحترمي نفسك وتتكلمي عن نعمه ربنا عشان ما تزولش من وشنا كلنا ببوزك الفقر ده. انت اللي تحترمي نفسك، انت ازاي تكلميني كده يا حيوانه انت؟ انت بتشتمي كمان؟ بشتمك طبعا. هي بتشتمي. وما اصله ده؟ شفتي عفريت؟ عفريت دي مرعبه جدا. انت بتقولي على خالتي انا مرعبه؟ صدقي انت لو ما كنتيش في بيتي انا كنت قطعتك بسنان. بيتك؟ هو انت بتسمي الخرابه المعفنه دي بيت؟ بعدين انا قاعده هنا بفلوسي. تصرفي كده في فلوسك يا اختي، مش عاوزين استغنينا. بقول لك ايه، انا اصلا ما عادكي هنا واجب لخلي شكر، لكن خلاص واجبك واجبه خلصوا، يلا توكلي على الله من هنا. اسمعي يا اسمك انت يا كندا يا كوريا، كوريا اتصلي بشكري حالا، عايزه اكلمه. يلا يا سلام اتصل بيه. يعني انت يعني جيتي في جمل؟ ايوه خير. هاتي. الو اسمع يا شكري، تيجي تاخدني من هنا دلوقتي حالا، انا مش هقعد في المكان ده ولا مع الانسانه دي دقيقه زياده، ولما تيجي انا ليا كلام معاك. قولي له تجيب قرش انا شو عايزه اتنشا. ايه؟ نشوف. شوف يا هيدا هانم، انا عربيتي تحت امر سيادتك، بعد ما عربيتك يعني اتحجز عليها من البنك انت وعربيه مروان بيه. انا عمري ما كنت ناكل الجميل. شوف انت عاوزه تروحي فين دلوقتي وانا اوديك. ما اعرفش، المهم تمشيني من هنا دلوقتي حالا، وديني اي حته، وديني عند بابي هو يتصرف. انا استحاله اقعد في المكان ده ولا مع البني ادمه دي. بني ادمه دي؟ مش بني ادمه اصلا، دي لو جت تطلب مني حسنه وانا في العربيه ههشها واغسل العربيه بعد ما تمشي. هي ازاي تكلمني بالاسلوب ده؟ ايوه بس بعد احترام المعاليك يعني.
دي قاعدة هنا متوية في بطن البقرة، والناس هنا مش عايزين ينكشوا وراك ويدوروا ولا يعرفوا أصلك من فصلك. الناس هنا يا هانم طيبين وقلبهم على قلب بعض وبيخافوا على بعض، وأنا عارف ومتوكد إن الأوضة اللي عايش فيها الراجل الجنيني في الفيلا عندك أنظف من المكان ده 100 مرة. بعدين عايز أقول لسيادتك حاجة، بس يعني ما تزعليش مني. نفترض دلوقتي الشرطة قبضت عليكي ورمتك في التخشيبة مع المجرمين وقطعين الطرق، ساعتها هيدا هانم هتقولي حق برقبتي، ساعتها هتقولي نار بطن البقرة أحسن من جنة التخشيبة. لازم نستحمل يا بنت الناس، وإذا كانت على كوريا يعني مضايقاكي بلاش تتعامل معها خالص. كوريا مين مضايقاني إيه؟ بقول لك دي مش بني أدم أصلاً. يا ست اعتبريها جار تقيل، والجار التقيل ساعات بنقول له صباح الخير يا جاري، أنت في حالك وأنا في حالي. وأوعدك يا هيدا هانم إذا احتجت أي حاجة اكتبها لي بس في ورقة، شرب وأكل وأجيبهولك لغاية هنا. بس تفهمها تحفظ أدبها وما تكلمنيش بالأسلوب الفالجر بتاعها ده. هو أنا بقى كده ومش هتغير ولا عجبه؟ كوريا يا بنت استهدي بالله وافهم كويس، أنا مفطنك قبلك ده قبل ما أجيبها لك على هنا. لدي هانم بنت زوات وفي ديقة، وانتي جربتي الديقة قبلك ده. احنا صعايدة وبنفهم في الأصول وولاد بلد، اللي يجي يخبط على بابك ما بتردهوش، ودي مجاية تشحت منك ولا تقولك لله، دي جايبالك فلوس، يعني ربنا بعتلك رزق ترفصيها برجليك ليه؟ تغري فلوس من وشاخة، مش عايزة منها حاجة، زي الولية اللي اسمها ليلى اللي رمتني في السجن دي، تغور تولع مش عايزة حاجة من الفلوس. وبعدين خل يعني على رأيك طالما هي في ضيقة قوي كده، دي مش مكسورة حتى ولا غلبانة، لا بتتنك علي أنا مش عارف. وبعدين برد يا خيل، والله دي برد، عامله كده زي حته الدهنه في الشوربه الساقعه. ايه الدهنانه اللي انت مرميه وسطيها يا دي؟ ايه اللي بتقوليه ده؟ انت عشرتيها؟ اصوابعك دي زي بعضيها؟ انا عارفها وعشرتها كويس، دي ست عامله زي الفنطاب، زي الطوفي، يتحط على الجرح ده يطيب. افهميني كويس، البيت ده لو استنيتوا عليه كتير حيوقع على دماغكم وتترموا في الشارع. احنا محتاجينها وهي محتاجانا، هي محتاجانا عشان تتاوى وسطينا، واحنا محتاجينها عشان فلوسها. ايوه خال، بس بتتنك علينا بزياده قوي يا خيه، دي قهراني، دي عامله فيها شلنا جول بجد. مين الست اللي واكله دماغك دي؟ انا عارفك لما بتهرب منك بتبقى عايزه تنامي، قومي تخمدي وهمليها، قومي. وبعدين استحمليها على راي البشمهندس اللي بيقول عشان الشوك اللي في الورد بحب الورد، يغور الورد ترتت. قومي نامي، قومي. واد يا سوكا ولا يا سوكا يا ولا الواد نسر عاوزك. اهلا 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 ابو النسر حبيب قلبي ابو الشياكه، بتفكرني بالاستاذ راغب علام. امورنا ابو نسر حبيبي؟ احنا كنا بنظبط فرح البت بوسي اخت وهدان، فقلنا يعني بدل الدي جي والحوارات اهو نجيبك تظبط لنا الليله. خلاص يا نسر، محتاجين سقاصه؟ لا خلاص، اتصل بالواد زيكو والبلاقي ونعمل لك احلى ليله ابو نسر، ولا تزعل عن نفسك يا صاحبي. سلام يا اما. مع السلامة يا حبيبي، ربنا يكرمك يا واد يا نسر ويخليك ليا ويسترها دنيا وآخرة معاك يا رب يا رب كده، ويرزقك يا ابني يا حبيبي يا سوكا. ولا يمي. انت تشمع الفتلة دلوقتي حالا على الواد إبراهيم وتعرف حكاية البت الجديدة اللي جت الحارة دي، بيقولوا قريبة كوريا. وكوريا قال بتقول ايه؟ ان عندها ظروف. ايه يا اخويا؟ لوحده لابسه اللبس ده كله والصيغه دي كلها، انا مش مستريحه على البت دي. وخصوصا انها باين عليها انها بنت عز وبنت هنا. نعيمه انا منوره. الله ينعم عليكي، تسلم ايديكي. وهو عملتهولك زي الموضه اهو، القصه لون وشعرك لون. اتفضلي ما تخلي.
ربنا يخليك. ايه هو ده؟ انا بقول لك خلي عندك شويه من الاحمر وزودي فلوس حبتين. انت بقالك 10 سنين بتعملي شعرك هنا من ايام امي كانت عايشه بنفس الفلوس. فكها شويه ربنا فكها عليك. لا هم دول حلوين قوي عليك. ورا معفنه. سلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا كوري؟ ازيك يا هند؟ ازيك يا كوري؟ ازيك يا سوك؟ عامل ايه؟ ايه حكايه بنت خالتك دي؟ مال زي ما قلت لك هي اسمها جمالات وكانت عايشه بره من زمان متجوزه واحد من الخلايج يا دول. قوم يحصل ايه السنه دي بقى؟ الراجل يموت ام ولاده ولاد الحرام كلوا عليها الورث وقاموا منزلينها على مصر زي ما انت شايف كده. لا حول الله يا رب. يعني ما جبتليش سيرتها قبل كده؟ لا ما انا اصلي بنساها. انا من كتر ما هي عايشه بره من زمان يعني بسقطها كده ساعات. ودي هتقعد فين؟ معاكي؟ مؤقتا يعني لغايه ما نشوف لها مطرح تاني. ما انا اصلي خالي يعني ما لقالهاش مكان عنده قام زايحة عليا. بس حرام بنت غلبانة بقى ومن كسرة وضيعت شبابها على راجل ما يستاهلش. فيك الخير فيك الخير والله. حلال انت حلال كوري. عشت يا سوق. انت بس قول لأمه تخلع البت من دماغها عشان بنت فعلا مكفيها مش حمل نخوارة أمك. ها يا أمي مالها بس يا كوريا؟ دومي بتتمنى الخير المنطقة كلها قبل نفسها.